بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنا يا تجلد الديار الخالية، قد أوهنا يا تجلد الديار الخالية، يا من أهلها ما للديار، وما لي يا أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة، وتزول وهي إلى القيامة باقية، تبتل منكم كربلا بدم ولا، يا تبتل مني بالدموع الجاء، يا ريه. هذا أقل ما يكون من المؤمن، أن يواسي أبا عبد الله الحسين عليه السلام بدموعه الجارية. تبتل منكم يوم كربلا يا بدم ولا، يا تبتل مني بالدموع الجاية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك بايا، إياك والله ينصاب إلك ما تم يا حامد الدين، والله إلك ما تم يا حامد الدين، يا نصايا ودمع عليك مثل السيل، والله ودمع عليك مثل السيل، يا نصايا والله يا ريت تصوبك بالقلب، والله يا ريت تصوبك بالقلب، يا نصا يا وسالم تظل يا ابن الزكية، وسالم تظل يا ابني، الزكية
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله العلي العظيم. أبو صالح وين راح؟ ما تثبت. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. مسألة في الإمامة، ولا زالت ليالينا وحديثنا في هذا الشأن في صفات الأئمة وفي معنى الإمامة، لأن قلنا الإمامة هي مفترق الطريق. يا علي ما اختلف في الله ولا في، لكن كان الاختلاف فيك يا علي. لذلك نقول أصل الإمامة من أهم الأصول، لأن ظاهرا الكل يقول الله ربنا، وظاهرا الكل يقول محمد نبينا، اللهم صل على محمد، لكن في علي عليه السلام إلى درجة أن يلعن ويسب على منابر المسلمين ولا أحد يعترض، ولا أحد يقول لما، ولا أحد ينتقد. شوف شقد مظلوم أمير المؤمنين عليه السلام. ابن عباس رضوان الله تعالى عليه يمر بمجموعة من الناس يسبون أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وقف قال: من منكم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: كيف يا ابن عباس، من ومن منا يسب رسول الله؟ قال: من منكم الساب لله عز وجل؟ قال: عجيب عمرك، ينسب الله، احنا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. قال: اسمعوا، قال: من منكم الساب لعلي عليه السلام؟ قال: أما هذا فنعم. قال: اسمعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: يا علي، من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل. 80 سنة، هذا اقرأ التاريخ من حين ما تولى معاوية وشوف أنت، إلى 80 سنة، من اللي أسقط هذا السب؟ عمر بن عبد العزيز. زين، عمر بن عبد العزيز في زمنه، شوف، يا الله رفع في كل صلاة وبعد كل صلاة، مو فقط في الأذان، وفي الإقامة وبعد كل صلاة، يخلص إمام جماعتهم يدير وجهه يلعن ويسب علي بن أبي طالب عليه السلام، ولربما كانوا يسبون فاطمة الزهراء عليه السلام. راحوا وكلها تروح، وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. هنا الليلة نتحدث، تكلمنا عن علم الإمام، شيء من علم الأئمة عليهم السلام، شيء من معنى حياة الأئمة عليهم السلام، هاي معنى الإمامة. من صفاتهم سلام الله عليهم، صفاتهم كثيرة، منها هذه القضية التي أود أن أشير إليها. بعض المسلمين يعترض علينا، يقول: أنتم تعطون منصب الإمامة، اللي أنتم أيها الشيعة تقولون بأن الإمامة معناها تعريف من تعاريفها السلطنة التكوينية والتشريعية، هي السلطنة التكوينية والتشريعية، فكيف تعطون هذا المنصب المهم والعظيم إلى ابن
11 سنة أو 7 سنوات أو 8 سنوات، مثل الإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة الظاهرية وهو ابن 8 سنوات على الظاهر، نقول الظاهرية زين، فكيف تعطون هذا المنصب لابن 8 سنين؟ هذا السلطان الآن مثل لو وزير لو رئيس دولة لو كذا زين، أغلبهم ما يجي يعطي لابن 8 سنين أو 10 أو 12 أو 15 أو كذا، تاج لفد عمر، أنتوا ليش بالإمامة تعطوه ولو ابن 8 سنين؟ أولا نقول لهؤلاء والحديث طويل، أولا إحنا عندنا الإمامة، الإمام إمام من قبل أن يولد، من قبل أن يولد هو إمام زين، على الظاهر فاطمة الزهراء عليه السلام كانت تكلم أمها وهي شنو في بطنها، ومن صفات الإمام سلام الله عليه زين، وهم أئمة من عالم الذر، من ألست بربكم هاي الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، احنا عدنا بالتفسير عن الأئمة عليهم السلام ألست بربكم ومحمد نبيكم، اللهم صل على محمد، وعلي والأئمة صلوات الله عليهم أئمتكم، قالوا بلى من ذلك اليوم، وكانوا موجودين ومخلوقين وهم أئمة، هذا أولا، ولذلك عندنا أن الإمام في بطن أمه من شأنه أن شنو؟ أن يكلم ويتكلم. أمير المؤمنين عليه السلام لما ولد شو تقول فاطمة بنت أسد لما جاءت إلى الكعبة ووقفت أمام الكعبة، قالت اللهم إني مؤمنة بك وبأنبيائك ورسلك وكتبك، وإني على دين جدي إبراهيم عليه السلام، اللهم بحق هذه البنية يعني الكعبة وبحق المولود الذي يكلمني في بطني، وبحق المولود الذي يكلمني في بطني لما يسرت علي ولادتي، وإذا بالجدار ينفتح فتدخل داخل الكعبة سلام الله، ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فنائه، والمسجد والبيت حيث فنائه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد، اللهم صل على، وبقي الثلاثة أيام تأكل من ثمار الجنة، ثلاثة أيام تخاطب ولدها، أمير المؤمنين عليه السلام لما ولدته خر ساجدا لله رافعا سبابته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، وأشهد أني أمير المؤمنين سلام الله عليك سيدي مولاي. وهكذا كل إمام عندما يولد، ثم قالت له الأصنام وقعت ساجدة له، قالت له بني هذا شأنك داخل الكعبة والأسجاد والأصنام تسجد لك، فما شأنك خارج الكعبة؟ هذا ابن قتال العرب، مو عمر بن سعد، يقول ايش قاعد تسوون انتم؟ طلعوا له واحد واحد يفنيهم، عشرة عشرة يفنيهم، عشرين عشرين، ويحكم لا تقاتلوهم مفردا أو جماعات قليلة، هذا ابن قتال العرب لو اجتمعت العرب عليه أجمعها لأفناهم، احجموا عليه، يعرفون يعرفون نعمة الله، مو ما يعرفون، يعرفون الأئمة عليهم السلام، كل شيء يعرفون، كل شيء يعرف، وحق إبليس مو كل شيء يعرف، كل شيء يعرف إبليس. على أي حال، فالإمام إمام من قبل أن يولد، نحن عندنا مو والله من يولد يا الله هو يصير عمره 8 سنين أو يموت أبوه أو يستشهد أبوه يا الله هو شنو إمام، لا إما إمام ثابت،
الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وهكذا إمام. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا نحن، أنتم تقولون هذا ما يقبل أو غير معقول، يقولون غير معقول أن شخص عمره 8 سنين يعتلي منصب الإمامة، السلطنة التكوينية والتشريعية. أولا أنتم ناقشتون بالأدلة، الأدلة عندنا قسمين، دليل يسموه عقلي ودليل نقلي، هذا في كل شيء. هذا وين نحتاجه مثلا؟ لا بأس بالإشارة لهاي القضية، هذا تكليف كل واحد من عندنا، أنت الآن وآني وكل إنسان. إذا مات بالقبر يأتيه منكر ونكير، يسألون من ربك؟ تقول مو هذا الشيء، يقول له بالتلقين إذا جاءك الملكان المقربان فلا تخف وقل في جوابهما إذا سألاك عن ربك قل الله جل جلاله رب. هذا على الإجمال، لكن يسألوك بعد، يقولوا لك من أين عرفت هذا؟ أكو طريقين تجاوب عليهم، هاي من تقرأ حياة النفس في أصول العقائد للشيخ الأوحد على الله مقامه، أو أصول الدين السيد كاظم رشدي على الله مقامه، يفصلوا لك هاي، يقولوا لك أكو دليلين لازم تذكر مننا ومننا، دليل عقلي ودليل نقلي في كل شيء، في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في المعاد، في العدل، في الصراط، في الجنة، في النار، في كل شيء أكو دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. فيقولوا لك من أين علمت هذا؟ تقولهم مثلا من الدليل النقلي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا شنو أحد. يقول لك عافية، جاوبت نص الجواب. إذا تطيهم بعد آية ثانية عافية، ثالثة عافية، بارك الله بك، يسجلوا لك حسنات، ويسجلوا لك صح صح صح، نفس الشيء شلون بالمدرسة. هاي بالقبر، هاي تفصيل طويل، لو تقرأ أحوال البرزخ والآخرة للشيخ على الله مقامه رسالة رائعة يفصل لك هذا الكلام. فأنا جاوبك مختصر، الدور يقولوا لك شنو الدليل العقلي، كون تجيب دليل من العقل، كون تعرف الأدلة العقلية، هنا الأدلة العقلية، مو والله أنا عقلي قل لي، والله حدث العاقل بما أكو أدلة، مثل الأدلة الرياضية من ضمنها الرياضيات، 1+1 شنو 2، ما ديجي نيجي واحد يتفلسف بيها، أكو أدلة عقلية، النقيضان لا يجتمعان، زين أكو وجدانيات، أكو قياسات صحيحة، أكو قياسات باطلة، أكو دلالات، أكو التزامات، أكو ذني موجودة. إذا تدرس المنطق وتعرف أحكام المنطق وهاي القضايا، هي هاي القضايا العقلية، مو القضايا العقلية والله أنا أقول عقلي يقول لي، هذا مو أدلة عقلية. فهنا مثلا دليل عقلي ولو هو مو محل كلامنا لكن نشير إليه، تذكر دليل يسموه مثلا دليل الأعرابي أو دليل العجوز والمغزل. يا بشنو دليل الأعرابي؟ ها؟ يقولون فد أعرابي سألوه قالوا له هل لهذا الوجود خالق؟ أكو الله؟ أكو خالق؟ أكو إله؟ قالوا نعم. قال نعم. قالوا له ما الدليل على ذلك؟ شوف ماذا قال، هذا دليل عقلي يسموه، قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير. هذا يسموه دليل عقلي، دليل وجود الأثر يدل على وجود شنو؟ المؤثر. الآن أنت من تمشي أجلكم الله تلقى فد بعر، يجيك واحد يقول لك هاي الطبيعة سوتها وحدة صار هيك، تضحك عليه لو ما تضحك عليه؟ يقول لك أنت ما عندك عقل، شوف أنت مو عاقل، أنت ما عندك عقل، شلون حكمتنا؟ هذا كلام مو عقلي. أو مثلا تلقى طبع مال رجلين، أثر مال رجلين مال أقدام، يجي واحد يقول لك هاي الريح سوتها من نهاية المدينة وحده صار هذا الريح جتي. أو مثلا أكو فد رسم مثلا شكل وجه، تجي واحد تسأله يقول لها شلون صار؟
يقول لك القلم هذا القلم طفر 10,000 سنة رسم دائرة، زين 10,000 سنة رسم خشم، 10,000 سنة رسم حليق، رسم رسم مو صنع إنسان، 10,000 سنة طفر سوى له سنون، هذا تضحك على عقله لو ما تضحك على عقله؟ هذا ما عندك عقل أنت، ما يصير والله الطبيعة سوته واحدة، لابد من وجود صانع. هذا الخلق البديع، نبات جماد حيوان إنس جن، ما نعلم وما لا نعلم، تعال للإنسان، للإنسان فقط تعال وشوفه. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، هاي العين وتعال شوفها، هاي العين مليارات الخلايا والشرايين الدقيقة التي لا ترى إلا بالعين المجردة. لو أريد نوصف العين وما بيها، لو أريد نوصف القلب وما فيه، لو أريد نوصف كل عضو من هاي الأعضاء وهي أعضاء جسد، جسد الروح شنو هي إذن؟ الروح شنو؟ زين إذا هو الكلام للجسد، ليش من يموت الإنسان ينتهي يصير جثة هامدة؟ الروح تعال بعد شوف الأعجب. هذا حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. بمن؟ هاي الأدلة العقلية، هاي من الأدلة العقلية في كل شيء. زين تعال خليني نجي نسأل العقلاء مثلا أفلاطون أرسطو سقراط غيره، نقول له يابا ممكن أنه في الأدلة العقلية إنسان عمره 7 سنين 8 سنين 4 سنين أنه يصير أذكى العالم؟ يقول لك هاي بالعقل ماكو مانع، ممكن موجودة، إذا موجودة ما ننكرها، كلامنا أنه موجودة لو ما موجودة شلون نعرف راح يجي هذا؟ فبالتوحيد كذلك مثل دليل عقل بالتوحيد، هذا دليل بالإمامة. نجي نقول له هاي من النقيضان من المستحيلات، يقول لك لا مو من النقيضان، يسألك يقول لك هاي موجودة في المجتمع لو ما موجودة؟ فالدليل العقلي لا يمنع من تولي إنسان منصب الإمامة ابن سنة ابن يوم ابن 10 ابن 5، ما له علاقة، ما يحدد العقلاء، ما يحددون، يقولون على الوجود موجود نذعن له هذا موجود. فهب أني أقول الصبح ليل أيعمى الناظر عن الضياء. يجي مثلا الآن نجي نسأل الفلسفي نقول له هسه نهار لو ليل؟ يقول لك شوف طالع شوفه ليل. أقول له أي ليل؟ يجي واحد يقول له نهار، يقول له لا أنت ما عندك عقل، ما عندك عقل، شوف موجود. فهذا إذا موجود بالخارج يعني بالواقع موجود، ما ينكر العقل، بالعكس بل يقول بالإمكان. لكن الإنسان من يوقع بالصفصطة ويخالف العقل هذا ما تتكلم وياه. فد واحد لا قال إمام جعفر الصادق عليه السلام، قال له بلغني الإمام، قال له بلغني أنك تحدث عن سفيان الثوري عن جعفر ابن محمد، هو ما يعرف الإمام. قال نعم. قال زين، الآن لو حضر جعفر ابن محمد سلام الله عليه وقال لك كذب، ما نقل إليك كذب، تصدقه؟ قال لا ما أصدقه. قال لماذا؟ قال لأن الذي أخبرني عنه ثقة. أشي تحط لها وطيب؟ زين من هاي أخذ هواي، من هاي لو أحدثك بتاريخنا من هاي القضايا عجيب غريب، يعني خالف تعرف، حدث العاقل بما لا. يقول له إذا جاك جعفر بن محمد وقال لك هذا كذب الصدقة؟ يقول له لا ما صدقه، لأن سفيان عندي ثقة ما يكذب. زين عجيب. على أي حال، فإذا الدليل العقلي ما يمنع، هذا أولا. ثانيا الدليل النقلي، الآن في القضايا العقائدية الفكرية الفقهية في كل شيء يا أخواني يذكرون الدليل العقلي والنقلي. أنتم مسلمون تدعون، عبتم علينا أو استشكلتم علينا أن كيف يتولى منصب الإمام ابن 8 سنين بيننا وبينكم القرآن. أنتم أولا عندكم أعظم منصب في الوجود منصب النبوة، منصب النبوة، فكيف تعطون منصب النبوة
إلى ابن 8 أو 7 سنين، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. ارجع إلى تفاسير المسلمين وشوف كم عمره وأعطيه، أكثر الروايات 8 سنوات، بعض الروايات 6 5 4، زين أعطيه بهذا المستوى. زين بعد لو قلتم لا همات 9 سنين 10 سنين، تعال إلى عيسى عليه السلام، هاي واضحة بعد ما يحتاج لها أي شيء بعد غير هذا، بعد ما نتكلم يعني اللي ينكر هاي ينكر القرآن الكريم. الكل يعرف قصة مريم عليه السلام، ولما حملت بعيسى من غير أب، زين وجاءت تحمله، قالوا أنى لك هذا يا مريم، أنى لك هذا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، يعني الضحكين علينا، وقفوا سوولها فصل ضحك عليها، شبيك انت يعني عقلك ضرب، انت ما عندك عقيل، قاموا يكلمونه بالعقيل. شوف نفس الشيء بنو اسرائيل، هذه الامه نفس بنو اسرائيل تلك الامه، نفس الشيء. زين ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، اللهم صل على محمد وعلى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني. شقد عمره كم يوم؟ أيام. تعالوا أنتوا يا مسلمين، باكر ذولا الكفرة يعترضون علينا، شلون أنتوا اعترضتوا علينا؟ يعترضون، شنو نبي؟ نبي بعد بالمهد يتكلم وينطق ونبي، شلون يصير منصب النبوة؟ أخطر المناصب عندكم وأعظم المناصب عندكم، يلا وين عقلكم؟ تقولون العقل ما يقبل، باؤك تجر وبائي لا تجر، ها؟ غفور الرحيم من جهتك، شديد العقاب من جهتي. شايفك بعض الناس هذا اللي ينظر بمنظار أعور، زين؟ ما ينصفك، كنا صفة ماكو، تحدثون بالعقل، العقل واحد، إذا قبل هاي يقبل شنو؟ يقبل هاي، تحدثون بالنقل، تفضل هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم. وعيسى عليه السلام أعطي النبوة وهو ابن أيام على الظاهر، ولو احنا عدنا النبي نبي من قبل أن يولد. وجبت لي النبوة وآدم بين الماء والطين، ووجبت لعلي الولاية وآدم بين الروح والجسد. ثم كما قلنا يقول العقل والعقلاء التجربة أكبر برهان. زين ولذلك مثلا لما اعترض بنو العباس، اعترضوا على تولي أو تزويج المأمون ابنته للإمام الجواد عليه السلام، اجوا قالوا له أنت يعني شلون تزيل هذا الملك عن بني العباس، ملك لحد الآن نزاع على الدنيا، تهافت على الدنيا، هذا ملكنا كذا، شلون تطي لآل أبي طالب؟ قالوا أنا ما راح أطي ملك. قالوا له الآن قبل أيام خلصنا من علي بن موسى الرضا، زين وشاركوا هم في قتل الإمام الرضا عليه السلام ودسسهم له، بعدنا ما خلصنا، وإذا تريد تسوي لنا هاي المشكلة. طبعا هو الرجل مو حبا بالإمام الجواد عليه السلام بالمناسبة، وإنما أسباب يعني كثيرة ما الآن نذكرها مو مجاله، عندنا هالموضوع ندخل فيه. فذكر المأمون قال لهم ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل بيعة الحسن والحسين عليهما السلام وهما أبناء 5 أو 6 سنين، والبيعة لا تصح إلا من بالغ، ديردهم وذكر لهم أنه أول من آمن علي بن أبي طالب عليه السلام، أول من أسلم ابن 9 أو 7 أو 8، بس احنا وياهم على الظاهر، احنا الامام زين العابدين عليه السلام من اجا وقالوا له
قالوا له متى أسلم علي بن أبي طالب؟ قالهم لماذا؟ قالوا له لأن عندنا نزاع ويا المسلمين، منو أول من أسلم من الرجال؟ ذولاك يقولون من الصبيان، حاشا ناقل كذا ليس بكافر. فقال ومتى كان كافرا حتى يسلم؟ أنت من تقول متى أسلم يعني سبقها شنو؟ عدم إسلام، سبقها كفر. من تجي لأي واحد تقول متى أسلم في بداية الإسلام لابد سبقه الكفر. قال ومتى كان كافرا حتى يسلم؟ ماكو جواب على هذا أبدا، متى كان هذا الجواب الرائع. فقال على الظاهر نتكلم احنا ما قبلوا شي يسوون أول مرة رادوا يقدحون قالوا له كذا ما قالوا له زين طيب هذا صغير السن اجعله يتأدب يتعلم حتى يكبر. قالهم لا لا بد من ذلك إني مزوجه ابنتي. قالوا له زين أنت على أي شيء استندت أن هذا مثل أجداده مثل علي بن أبي طالب مثل الحسن والحسين؟ قال أنا متأكد من هذا أنا على يقين. قالوا لكن إحنا من حقنا أن نختبره. قال لكم هذا. وين راحوا؟ راحوا إلى يحيى ابن أكثم قاضي القضاة أذكى واحد في ذلك الوقت. قالوا له تعال يا رجال شو تريد نطيك بيوت بس قبل سيارات ماكو دواب مدري شنو ذهب دنانير بس خلصنا يا معود احنا بن العباس الملك هم كل واحد 10 دنانير يصير ما شاء الله بس خلصنا من هاي القضية. هذا بعد 8-9 سنين ما يصير ما تقدر له. اجا المأمون سوى اجتماع كبير القادة الأمراء العلماء الشيعة العامة كلها فد مجتمع. قعد الإمام سلام الله عليه فقال يحيى ابن أكثم يا أمير تأذن لي أن أسأل أبا جعفر سؤالا. كنية الإمام الجواد عليه السلام أبو جعفر. قال سله إن رضي. قال له تقبل؟ قال له اسأل. قال يا ابن رسول الله ما تقول عن محرم قتل صيدا؟ محرم قتل صيد عود جاب له شغلة سؤال من أخطر المسائل اللي هو في الحج وفي قضايا الصيد وكذا من قضايا الكفارات والمحرمات من أدق مسائل الحج. يقال أحد العلماء سابقا ما حاج يقول أنا فقيه في كل شيء عالم مجتهد إلا اثنين. قالوا له شنو؟ قال الحج والحيض. يعني ذن اثنينات النظري عندي ما عندي عملي لا رايح أنا حاج ولا مبتلى بالحيض مجرد نظريات عمليات ما شايفه ما حاس بيها. من أصعب مسائل الفقه الحج. واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام زرارة أظنه فيقول له زرارة يا ابن رسول الله منذ 40 عام أسألك وتفتيني 40 سنة ومسائل جديدة وتجاوبني. قال يا زرارة بيت حج له قبل آدم 14,000 سنة تريد أن تفنى مسائله 40 سنة؟ زين ما بالك اللي يروح للحج وكل شيء ماكو صفر كل شيء ماكو لا قراءة لا يعرف أحكام الحج لا أحكام كذا الطواف لا أحكام السعي لا ما أعرف إيش هذا شنو ظنك به؟ على أي حال فقال ما تقول عن محرم قتل صيدا؟ الإمام عليه السلام أجابه مباشرة هل القاتل صغير أم كبير في الحل أم في الحرام في الليل أم في النهار هل كان الصيد من ذوات البر أم البحر صغيرا كان أم كبيرا في الأوكار أم في البر؟ طلع للإمام عليه السلام عالما لو جاهلا ساهيا طلع لحوالي يعني 20-30 فرع من سؤال واحد. زين هي طبعا اكو بعض الناس عندنا هيك للاسف اجا وسالك سيدنا ماذا يلاقيك بالشارع يا ابا مو عندي مجلس او عندي دريس اي هناك مثلا في النجف. قال شنو قصه سيدنا؟ هو سؤال بسيط ما اخذ من وقتك
هو بالطريق 10 يسألوك أنت شوف لازم أنت ما تعتذر له، تأخر على المجلس مو مشكلة، تأخر على الدرس مو مشكلة، ما يصير يجيك للبيت، ما يصير هو ينتظر، زين لازم على كيفه. هاي بعض المؤمنين الله يغفر لهم، وكو بعضهم لا يفتهمون، مثلا مولانا يقول لك عندك وقيت، خب ما مشغول، شو وقت أجيك؟ شوف أكو هيك صنف عنده ذوق، وكو قسم ما عنده ذوق، يجيك الظهر، يجيك بالليل، لا يخابرك لا أي شيء، يريدك لازم أنت متوفر 24 ساعة. زين هي كل من تتبع ذوقه وتتبع يعني فهمه. فقلت له هذا السؤال يراد له حديث نص ساعة، قال ليش نص ساعة؟ جاوبني. قلت له شو جاوبك؟ كون أسئلك أسئلة كذا ما أعرف إيش. قال لا، خير الكلام ما قل ودل. قلت له والله ذكرتني بذاك اللي قال له المؤمن، قال له شيخنا سولف لنا قصة يوسف. قال له ولك هاي راد له حكي طويل. قال له لا شيخنا أنت ما تعرف. قول أنا ما أعرف، خير الكلام ما قل ودل. سامعهم ذولا كم واحد حافظ له هذا المصطلحات. قال له عمي مو كل شيء خير الكلام ما قل ودل. قال له لا لا لا، قول أنا ما أعرف عاجز. قال له زين قصة يوسف؟ قال له قال له طفل ضاع ولقوا أهله. قال له شنو الحكي هذا؟ قال له ولك أنت مو خير الكلام ما قل ودل، افتهم يا فهيم البعيد، مو كل شيء خير الكلام ما قل ودل. مرة واحد قال سيدنا بلكت تقرأنا تعازية. قلت له ولا تطول بروح أمواتك نص ساعة ما يخالف، شو تريد علي من؟ قال احكي لنا على الغيبة وعلى الربا وعلى حق الجار وبر الوالدين نص ساعة. اي واختمها بأم البنين ولا تنسى الزهرة والطفل الرضيع. هذا شو تسوي له هذا بالله؟ شو تسوي له؟ هواي اكو هيجي، هواي هواي اكو هيجي. زين مع احترامي المؤمن الله ما يحبه ضعيف وجاهل وما عنده ذوق، يريده عنده ذوق، عنده اخلاق، عنده فهم بكل شيء، تصرفاته بكلامه بحديثه بجلوسه بمشيه بكل شيء يريد عنده ذوق. زين اكو بعض ماكو هاي ولا يلتفتوا لها هاي القضايا. زين انت تدخن قاعد بغرفه مكبوسه وما ادري شنو، ماكو مجال، وقاعد هم لاكم رخصتك. ولا مرة واحد طلع وجهه قال سيدنا من رخصته؟ قلت له وين رخصته؟ تبع دخنيت ورحت قبلت من رخصتك شنو هم رخصت؟ قال ها ليش؟ قلت له ما تحس بي انا عندي حساسيه. زين لا نقدر نفتح الباب الجو بارد. زين قال ها يعني اطفيها؟ قلت له بكيفك، تريدني اطلع اني؟ راح اطلع اني مثلا. يعني عجيب اي والله بعض المؤمنين ما ينتبهوا. اكو قسم لا تشوفه، تشوفه دقيق في كل شيء وذواق في كل شيء. فالإمام طلع لك هذا فرع من هاي المسألة. كل الحاضرين عرفوا عجز يحيى بن أكثم، وضحك المأمون، ثم قال المأمون للإمام عليه السلام، وفي رواية يحيى بن أكثم قال له يا ابن رسول الله هلا أجبتنا على جميعها؟ قال لك خاف مثلا ذكر التفريعات. أخذ الإمام الجواد عليه السلام يذكر له بالدليل الفقهي بالآيات والروايات كل مسألة وكل فرع، كل فرع سلام الله عليه. خلاص المأمون راد يزيد الطين بلة. قال للإمام الجواد عليه السلام يا أبا جعفر هلا سألت يحيى ابن أكثم مسألة؟ قال أسأله إذا يقبل. قال سل يا ابن رسول الله، يعني بتعبيرنا هي اللاصت اللاصت بعد. اي فقال وشوف الإمام شلون جاب له مسألة، سلام الله عليكم يا أهل البيت سلام الله عليكم. قال أسألك عن امرأة نظر إليها رجل عند الفجر فكان نظره إليها حراما، فلما أشرقت الشمس حلت له، ولما زالت الشمس يعني عند الظهيرة حرمت عليه، ولما صار وقت العصر حلت له، ولما غربت الشمس حرمت عليه، ولما صار وقت العشاء حلت له، ولما انتصف الليل حرمت عليه، ولما طلعت الشمس حلت له. السلام ود يحيى بن أكثم صار في غير عالم في غير وادي. زين من هذه المرأة وما حالها
وبما حرمت على هذا الرجل وبما حلت عليه؟ قال والله يا ابن رسول الله لا أهتدي إليها أبدا. ايش حسب بالك؟ ضحك المأمون، الحاضرين ضحكوا، المأمون رجع قال له يا ابن رسول الله هل لا أجبتنا عن هذه المسألة؟ بعد يحيى بن أكثم احترق في المن، راح أنت بعد جاوبنا زين. قال هذه امرأة، أما لرجل يعني جارية، نظر إليها أجنبي بشهوة فكان نظره إليها حراما، أي عند الفجر، ولما طلعت الشمس ابتاعها من صاحبها، اشتراها، صارت شنو؟ حلال عليه زين. ولما زالت الشمس الظهر اعتقها فحرمت شنو عليه؟ قالها اذهبي انت حرة لوجه الله، صارت اجنبية حرام عليه. ولما صار وقت العصر تزوجها دائما، حلت له، صارت حلال زواج، صارت حرة، من حقها هي ان تزوج نفسها، وزوجت نفسها من عنده بمهار وكذا باصول العقد الدائمي. قال حلت له. قال لما غربت الشمس طلقها طلقة واحدة فحرمت عليه. ولما صار وقت العشاء راجعها، لأن طلاق رجعي من حقه أن شنو يرجعها، فحلت له. ولما انتصف الليل ظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه. ولما طلع الفجر كفر عن الظهار فحلت له. فهذه المرأة وهذا حالها، وبهذا حرمت عليه وحلت له. هؤلاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، علم وأخلاق وتقوى، وإلا بالله عليك، بالله عليك، أي أخلاق وأي صفات وأي رجل وهو يمر وتمر عليه مصيبة كربلاء، ويرى مصيبة عاشورا ويغمى عليه بين الحين والآخر، يقول له وكيف أشرب الماء وقد رأيت أبي وأعمامي وسبعة عشر رجلا من أهل بيتي وهم مضرجون مقتولون على رمضاء كربلاء، وانتهت ما انتهت، جعلوا الجامعة في عنقه، السلاسل والقيود بيديه ورجله، وعلى أقتاب الإبل كما يقول بلا غطاء ولا وطاء، ها، وهناك يقول حبل شدونا بالحبال، وتلك المسيرة الأليمة من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، بأي حال مع هؤلاء القوم الغلاظ الجفات، ها، وإذا يوقفون عند باب دمشق ثلاثة أيام ويزينون دمشق ويفرحون، وجعلوا ذلك اليوم عيدا، مو كانت مآتم في العراق تعدها أموية في الشام من أعيادها، ويسمع تلك الكلمات، وإذا بشيخ رجل كبير السن جاهل يقل الحمد لله الذي قتلكم ومكن الأمير يزيد منكم، الله أكبر. شوف الإمام سلام الله عليه بأي شيء يجيبه، يقول له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ يقول نعم. تعجب هذا، ما كان يظن أنه من العرب ويعرف القرآن. قال يا شيخ هل قرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال نحن القربى يا شيخ. هل قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم. قال نحن أهل البيت. هل قرأت؟ هل قرأت؟ يقول الشيخ فقال من أنت سيدي؟ من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا الرأس الذي تراه أمامك هو رأس أبي الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذا الحال الإمام سلام الله عليه وهو يكلم القوم، ثم جعلوهم في خربة. يوم من الأيام يطلع يشوف المنهال، يقول من منهال هذا؟ قال فداك منهال سيدي. قال يا منهال إن العرب افتخرت على العجم بأن محمدا منها،
وإن قريش افتخرت على سائر العرب لأن محمدا منها، وأصبحنا يا نحن أهل بيته مقهورون مقتولون مطرودون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول المنهال في هذه الإثناء: خرجت سيدة وقور وهي تنادي: أين أنت يا قرة العين؟ فقال لي سيدي ومولاي: يا منهال، إن الخرب التي نحن فيها لا سقف فيها، والله لقد تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس. أخذت بيده أدخلته إلى الخرب، هناك تطلق العنان لدموع عينيها وهي تسمع في الليل بكاء الأولاد بكاء اليتامى. هذا يقول: عم أين أبي؟ آخر يقول: عم أين أخي؟ آخر يقول: أين عمي؟ لكن إذا ناموا تبقى ساهرة ودموعها تجري على وجهها، تخاطب أخاها الحسين تقول له: أنا تمرمريت والله بيتامك، مالي قلب يا حسين فرقا، إيه غايب يا خويا وقعدتنا أك، وقول انسافر ويوم أيان يسدير. ويلي على زينب أصف المصايب هاي ويهاي ويهاي، ويفر الشاف ضمل علي يا زينب، ويفر الشاف علي ويهاي، أنا زينب المحد شاف، ويهاي أنا زينب المحد شاف، ويهاي ويهاي، عقب عباس سترج فوق ايدي، عقب عباس سترج فوق ايدي، بعدش عندك زينب تقول حبايل اليسر يا بوقن والمال والمال غريب، انا غريب ولا ولي عندي ولي ما اسمع هذا المقطع يألم كل غيور، أنا بجيت أنا بجيت الشمر شتبني ولي مال، أنا ولي مال المال بصوته ولا واللي ينغر علي، يلا سمعني وانتك بصوته ولا واللي ينغر يا علي، يا اللي
حاسدني علي من تهمل العين كل البكا والنوح والحسرة على والله حبه بقلبه وتظهر بصبايا دموعي مجبور في حبه ولا اشوفه بطوعي والله يا ريت قبل ضلوعك ان رضت ضلوعي ومن قبل خدت عافرت مني خدين اما زينة ام المصايب اقرا لك بعد بيت وان شاء الله مع سماحة السيد الدعاء زينة بتقول فدي النايب ارضعته انا فدي النايب ارضعته وليدا مصاب امي اي مصاب امي جرى علي اه يا زينب مصاب امي جرى علي وليد اللي بالطفخ يا موجت ولي دار ولي دار من بعد اخوتي ظلت خليا. اخواني نتوجه الى الله لدينا مرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفي كل مريض، فرج عن كل مكروب، اقضي حوائج المحتاجين، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا. سيقام غدا مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ذكرى استشهاد السيدة رقية سلام الله عليها وتوزيع البركة بعد القراءة والأطميات الملا محمد فريدون بعد القراءة. اللهم وأخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا، وأخواني المؤسسون تقبل أعمالهم، وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين والمستمعين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.